يوه يومين دول صعبين جدا، مش عارفه اعمل ايه، مش معايا فلوس. لما اشوف حد انصب عليه اخد منه مبلغ اعيش بيه اليومين دول وخلاص، من اما ربنا يفرجها عليا. موبايل ما بص قدامك يا ولية انت، ولا عميتي ولا ايه؟ معلش معلش يا اخويا انا اسفه، حقك عليا والله ما خدتش بالي، بس انا دماغي مشغوله في كام حاجه كده، بجهز نفسي وكده، والظروف زنقه جدا. معكش حاجه تساعدني بيها؟ والله انت شكلك بنت حلال، وكلنا ولاد عم لازم نساعدوا بعضينا برضو. اتفضل يا اختي. شكرا بجد، والله مش عارفه اقول لك ايه، انت شكلك ابن حلال. سلام. السلام عليكم. اتفضل. اهلا اهلا يا اخويا، عايزه صاحب المكان هنا، ممكن تنبهوا لي بس؟ عايزه في حاجه ضروري يعني؟ اه ضروري. بعد ماشي استريح بس لين ما اشوفه. ماشي تمام ماشي خلاص. نص المليون اللي فاضل عندك خلاص اخذه المره الجايه ان شاء الله. زي سبب. ايوه تفضل. في واحد عايزك ضروري بره. طيب خلاص ماشي خليك تتفضل. سلام ابقى كلمه بعدين. ماشي استاذنا. ماشي ماشي اتفضل يا استاذ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. تفضل تؤمر بحياتي انا استاذ هيثم. هات لنا واحد قهوه وشوف الاستاذه تشرب ايه. تشرب ايه يا استاذ؟ شكرا مش عايزه. اشرب حاجه بس. لا لا شكرا ربنا يخليك. ماشي السلام عليكم. اتفضلي محتاجه ايه؟ فجيت استاذن حضرتك، انا محتاجه قرشين لان انا بتجوز مش معايا امكانيات ان انا اجيب الحاجات النقصان. خير خير ان شاء الله خير. محتاجه كام؟ والله اللي انت تدوني انا راضيه بيه. والله انت شكلك بنت حلال وجدع، عشان ابدأ انا مش هقصر معاك. خذيه ربنا يخليك، وزي ما سعدتني هتلاقي لي يسعدك يا رب، وربنا يخلي لك عيالك. اللهم امين يا رب، احنا ما عملناش حاجه، شرفتيني. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله كله ثواب لله، وبعدين يعني ربنا قال اعملوا خيرا تجدون، كله ثواب لله. الحمد لله على كل حال. الله لو سمحت لو سمحت. تفضلي. معلش انا كان جوازي بعد يومين، فانا محتاجه قرشين، ممكن تساعدني بيهم؟ هو مالي طبعا كلنا نساعد بعض. اتفضلي. مش عارفه اقول لك ايه، والله الف شكر، شكرا بجد، ساعدتني الله يخليك. ياه لما انا عملت لصبايا حلوه، لما اشوف بقى لميت كام، الناس عبطوا في يجيب فلوس وخلاص. 1000 جنيه ده حلوين قوي، ما اكل واشرب واجيب هدوم بقى واتدلع.